دفينا اليوم علم كثير دفينا اليوم علم كثير ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني لا أريد أن أزيدكم علما عن التذكير بما كان يحبه رحمه الله في مثل هذه المناسبة. وكان دائما يوصي إذا دفن ميتا، كان يقول: إذا فرغتم من دفن الميت فقفوا عند رأسه. لا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.